معنا هاتفيا من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. إذن مصر عم موظف وإصابة آخرين بعد سقوط أجهزة الاقتراع الإلكتروني في مخزن للمفوضية، هل تعتقد أن هذه الحادثة متعمدة؟ يعني تحية لك، تحية للأخوات والأخوة. حياك الله. في الحقيقة يعني هذا البعد من الصعب أن يعني يجذب المرء بشيء، ولكن تكرار مثل هذه الحالات بالتأكيد يعطي مبررا، يعني يظن المرء بأن وراء الحديث ربما نية مبينة من الذين تحكموا في، كما تقول القوائم القاتلة، تحكموا في النتائج لكي لا يتم يعني إعطاء أهمية فعلية لعد الأصوات، لأنه إذا استمرت مثل هذه الحالات ربما سيدخل الموضوع إلى لنقل طريق مسدود. ولكن أنا شخصيا يعني لست من الناس الذين أذن بشيء قبل أن تكون لدي معلومات. رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عادل نوري قال إن الأيادي التي أحرقت مخازن الرصافة هي نفسها التي افتعلت حادثة تحطيم أجهزة العدوى الفرز. من المستفيد من وراء هذه الأحداث في رأيك؟ يعني أنا أعتقد الطرفين هم المستفيدون، يعني الخاسرون يكادون يجزمون بأن لديهم أدلة على أن هناك تلاعب. مثلا تقرير مجلس الوزراء قال، مع انه شيء يعني مع الاسف اخذ في مجلس النواب بنظر الاعتبار، قال من مصدر موثوق به لم يرغب في ان يذكر اسمه ولا نريد ان يذكر اسمه، ذكر لنا دلائل حول تزوير ونكل مناطق متباعده عن البعض بمئات الكيلومترات، كيف كان يمكن ان يكون المصدر ليس في كل المكان؟ يعني هذا حجة القوائم القاصرة. إذا هي تقول إذا جرت عملية فرز الأصوات باليد ربما سيظهر التزوير. القوى الفائزة أيضا بنظر القاصرين لا تريد أن يتم الموضوع لأنه سيكشف تزويرهم، ولكن في نفس الوقت هي أيضا يدعون إلى العاد لكي تكفر الجهات الأخرى عن اتهامه. بمعنى الامور مختلطه في الحقيقه، والطرفان يعني يتخذان تقريبا موقفين متناقضين. هذا يثير انه انا شخصيا اتوقع مهما خرجت النتائج ايضا سيكون هناك جدل حولها، والناس الان يعني الطرفان يجهزون انفسهم للشك والطعن في اي قرار يطلع، وهذا انا بتصوري يعني حسب موقعي الاكاديمي اتصور هذا يدل على شيء بسيط جدا، وهو احدى بديهيات الديمقراطيه. مفكر كبير في الغرب قال الديمقراطيه لا تعني شيئا سوى ان نتعلم كيف نخسر. نعم. يعني النائب مسعود حيدر حذر من سيناريو مدمر لما بعد العدوى الفرز اليدوي. ما تفسيرك لهذه التهديدات المتكرره، والى اي مدى يمكن ان تؤثر هذه التهديدات على قبول الشارع العراقي لشركاء العملية السياسية التي استسهلت الطريق إلى العنف؟ يعني التهديدات لم تؤخذ أعتقد بجدية، ولكنها أيضا دليل على أن هذه مثل هذه الأطراف لا ترغب في أن تجري أي عملية تدقيق للنتائج. في نفس الوقت ربما يفسرها البعض بأنها تهديد للجهة التي تقوم بإعادة الفرز بأن تصلح الأمور، لأن هذا التهديد ظهر مثلا من جهة حاكمة أيضا، يعني ناس على الانسان محسوبين على المالكي مثلا، محسوبين على السائرون على الفائزين يعني على مقتدى الصدر. لذلك انا اعتقد هذا كله يشحن الموضوع اكثر مما يعطي فرصه لان يتنفس الناس الصعداء وينتظرون النتائج. يعني الدنيا لا تنتهي بعد 4 سنوات يمكن للقوى ان تجرب حظها مره اخرى، ولكن كما قلت اعتقد هذه يعني لنقل مكونة غائبة في ثقافتنا، وهي أن نتعلم مثل ما يقال بروح رياضية أن نقبل النتائج. طيب أستاذ عبد السلام، يعني وسط كل هذه التجاذبات يخرج حيدر العبادي ومقتدى الصدر ليعلنا تحالفا بين ائتلافيهما، كيف تفسر ذلك؟ هل هذه النخب لا يهمها ما يحدث في البلاد؟ يعني
يعني انا كنت اليوم في جلسه مع بعض الصحفيين الاجانب وسالوني ما الامر، يعني مقتدى صدري يتحالف مع الحكمه وعلاوي، و يعني هناك اشارات بانه مقبول من قبل الحزب المقاتل الكردستاني ايضا، وهذا يكفي ان يشكل الاكثريه. ثم يفاجئنا والصدر كان اول ما كان يرفض اصلا اشراك القوى التي لها لنقل قوات مسلحه في العمليه السياسيه، ثم ياتي مفاجاه ويتحالف مع هادي العامري وقائد قوات ميليشيا بدر، والدعوه التي كانت يعني ينتظر ان توجه الى الاحزاب التي تقبل بالتحالف التي صار لم تاتي، مفاجاه يتباحث يعني تحالف مع العبادي. هذه الاشخاص كلها متناقضه مع بعض، لا ادري كيف يمكن له ان يخرج في الموضوع. يعني بالحقيقه انا شخصيا لا اجد تفسيرا لهذا الموضوع. شكرا جزيلا من اربيل استاذ العلوم السياسيه دكتور عبد السلام برواري.